العين الصغيرة ما هي شغالة، مع ان الباقي كلها شغالة يعني الحمد لله اشتغلت بكل سهولة ولله الحمد. وهذا الان الشغل النهائي بعد ما ركبنا وصلنا الاسلاك كلها. نشوف الان اشتغلت معك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندنا مشكلة في هذا الغاز، بعض القداحات، هذه القداحة اللي هي البيضة، بعضها تشتغل والبعض الآخر ما تشتغل. نشوف هنا، شوف هنا شغالة نفس هذا قداحة، وكذلك هنا كذلك هنا شغالة، وكذلك صورة هنا كذلك شغالة. نجي هنا كذلك هذه شغالة. نجي لهذه الصغيرة، العين الصغيرة ما هي شغالة، مع ان الباقي كلها شغالة. راح نشوف نحاول ان نحل هذه المشكلة، نصورها لكم بالتفصيل بإذن الله. تابعونا بارك الله فيكم. طبعا اول حل نسويه نبدأ نخرجها وننظف اللي هو الزيوت، هذه ننظفها وننظف العدسة هذه نفسها، نحاول نحكها بصنفرة أو بأي حاجة يعني نحكها وننظفها ونجرب هل تشتغل ولا لا. هذه أول خطوة نسويها. طبعا غسلناها وما اشتغلت معاي، مع أنها شغالة في الجهة الثانية لكن هنا ما اشتغلت معاي. طيب نروح للخطوة الثانية الآن. طبعا الآن في مسامير، في كل عين فيه مسمارين، الكبيرة هذه فيها أربع مسامير مثل ما أنتم ملاحظين الآن، أربع مسامير. هنا هذه الصغيرة فيها مسمارين، وكذلك الصغار كلها على مسمارين، والكبيرة أربع مسامير. نفكها ونرجع لكم. طبعا الآن بعد ما فتحنا المسامير كلها تمام، نجي للموجات ونبدأ نرفعها على فوق تنزل معانا. هذه الطريقة نفكها كلها. والآن بعد ما نزلنا هذه الموجات كاملة، فقط نجي نسحبه من الأسفل بكل سهولة. نزل معي الآن، راح يرتفع، خلاص ارتفع معي الآن كامل الغاز في المسطح الآن. طيب مبدئيا الآن نتبع الأسلاك، نتأكد هل هي واصلة أم لا. طبعا نتبع السلك اللي جاي من هنا ورايح، شايف هذا الجهاز، هذا السلك الآن رايح إلين هذا الحد، كويس. نفصل السلك هذا ونسوي الفحص الآن، نشوف هل هو سليم ولا لا. طبعا الآن بعد ما فتحناه اتبعنا نفس السلك، فصلنا السلك ومثل ما تلاحظون الآن فيه اللي هو نفس السلك دايب، يعني جايته حرارة ومخربة نفس السلك. أول شيء نشوف كيف نخرج هذا، شوف الآن كيف نطلعها. ممكن تحضون الآن خرج معانا، وهذا بكل سهولة أسحبه إلى الأعلى يطلع معك. طبعا هنا العطل تمام، هنا وهذه الوصلة مثل ما ملاحظ تمام، هنا اللي هو إيش فيها العطب، هذا السلك هنا والوصلة هذه. فأبدأ قصها من بعدها هنا مثل ما تلاحظون، نقصها من هنا، نقصها من هنا. هذه المشكلة عندنا في هذه، خلاص نلغيها. طبعا الآن بعد ما جرحنا نفس السلك هذا نبدأ في توصيله.
الان بعد ما وصلناه نجيب الشطرطون الحراري زي كده يجي شكله، شطرطون حراري ونلف عليه. طبعا هذا هو الشكل النهائي. قطعنا الجزء اللي غير مرغوب فيه اللي هو هذا، هذه الوصلة عطلانة عندي قطعتها ووصلت السلكين في بعض ولفيت على شطرطون حراري. لازم يكون حراري لأنه تحت الغاز يتحمل حرارة، هذا نفس الشطرطون مخصص للمكان يعني حرارته شديدة. خلاص الآن نبدأ نرجع كل شيء زي ما كان ونشوف الشغل النهائي بإذن الله. طبعا هذا هو الجهاز حق توليد الشرارة، وهذه هي القطعة اللي ركبناها، وهذه هي العين اللي فيها المشكلة. نشوف الآن نجرب، يعني الحمد لله اشتغلت بكل سهولة ولله الحمد، وما فيه هنا كمان تسريب، نفس الشرارة ما فيه تسريب وبأبسط ما يمكن. وهذا الآن الشغل النهائي بعد ما ركبنا وصلنا الأسلاك كلها. نشوف الآن اشتغلت معك هذه العين. هذا ما حبينا أفيدكم، فإن أصبنا فمن الله وحده، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.